أهلا وسهلا بالحبايب والأصدقاء. صوت الحب، صوت الأنين، صوت الناي، صوت العشق الجميل عبد الحليم حافظ. أول شيء حبايب، إذا جينا على صوت عبد الحليم، هذا الصوت الرقيق، المساحة الضيقة، مساحة ضيقة طبعا، مؤدي وأستاذ بالمغنى، معلم جميل، له لون خاص أثر العالم فيه. لكن إذا سمعت أنا والله غني لعبد الحليم، بده غنيها مثلا على البيات، عبد الحليم بغني على العشيران، يعني شخصية البيات بيجي على دوسة القرار. عبد الحليم يعني بيعمل هالباص، هالباريتون، تينور ما عنده، كونترالتو ما عنده، إذا عنده كونترالتو كم درجة، لأنه مقياس صوته لعبد الحليم صغير الحجم، أكتاف وعلامتين ونتفي، يعني أنا بشوفه هو فيروز نفس المقياس. يعني بتشوف مثلا روبا الجمال ما شاء الله بتغني 14 مقام، أم كلثوم 14 مقام، أسمهان عد فوق ال 14 لأنه بتعمل أوبرا، والصوت الأوبرالي بتزداد مساحته أكثر وأكثر. إلنا الصوت الأوبرالي بيملك مساحة أكثر غير اللي بيغني يعني دائما بالتصوير الشرقي، فالغربي أعلى خاصة إذا كان أوبرالي. عبد الحليم هذا اللون، هذا الأستاذ اللي درس الموسيقى وعشق الموسيقى وعشق الغناء وفنى جسده من أجله رحمه الله، عرف يغني، عرف يغني، أكبر دلالة عرف يغني وكأنه كان ملحن. يعني العظيم فريد لما هز الدنيا كان عازف عود، قلائل اللي بيعزفوا مثله، إذا في مثله طبعا بهالرشاقة، اخترع موسيقى من روحه بصوته الشجي الحنون، صار عزفا وصوتا وألحان مدرسي، اسمه فريد الأطرش. عبد الحليم ملحن لكن عازف مو سهل، وأستاذ موسيقى مو سهل، بثقافته الموسيقية وذكاء اخترع لون اسمه عبد الحليم حافظ. يعني خلى كمال الطويل، خلى الأستاذ المولي طبعا كلهم أساتذة، خلى بالأخير عبد الوهاب حبيبه، بليغ، منير مراد، ولو كان لحن من الصنباطي، خلى كل شيء بيصنع ألحان يمشي مثل ما بده عبد الحليم. أنا عاوز هون صوتي، هون بيدوي صوتي، صاروا يحفظوا يتسابقوا وين بيدوي صوت عبد الحليم، هون لازم يغني عبد الحليم. منشوفه قلناها يمكن قبل حلقة، منشوفه مثلا بزي الهوى أو بأي دمعة حزن، خاصة زي الهوى، شوف الأستاذ بليغ فاتح له صوته وعطيه طاقة غير صوته. يعني أنا بنظري بحس أنه تقريبا تغيرت قماشة صوت عبد الحليم، لأنه عبد الحليم بالباريتون والقرارات يوه بقى أجمل وما أحلى، عصفور عم يغني، وخاصة العرب اللي بيساويه. هون هذا هو ثقافة صوت عبد الحليم بهالمساحة الضيقة، لكن بعد اللي بتسمعه عم يسجل وخاصة باستوديو، الله 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 شو هالآلة الموسيقية، الحليم بس يغني آلة موسيقية فعلا. كذلك عبد الحليم أنا ما سمعت مؤدي مطرب عم يؤدي، قلت لكم أنا بحب كل شيء بغني، كلهم بموت عليهم، كلهم أعمالهم عندي، صورهم عندي بموت عليهم لأنه كلهم أزهار، لكن أنا يعني عطري المفضل هو العظيم الراحل الخالد فريد الأطرش. بس مؤدي ما إجا حدا بيعرف يؤدي مثل عبد الحليم حافظ. فسر عبد الحليم هلا شوفه بجبار، لما بيصرخ جبار انت بيوحي لك الله مين هذا الصوت، وديع الصافي، صباح فخري، شو هالطبقة هاي، لا 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 قيس بالمقياس. بس بثقافة عبد الحليم، ثقافة الأستاذ الموجي، قدر هذا يقنعك انه هذا مطرب كبير، مثل وهو كبير طبعا، يعني وصل انه صوته صغير هالمساحة الصغيرة قدر بالعلم يحسسك انه قادر يغني. وانا منكشفه نحن لعبد الحليم هون، حب وديع بيموت، مين ما بيحب وديع، غنى له ولو ما قدر يغني غير اول الدخول، ما قدر بس اولا ويعيد عليا، ما في يطلع، ما عنده الافاق، بده يغني مثل وديع، ما في، ما بيطلع معه هذا وديع، اي فيها اوكتافين، هو ما عنده اوكتافين، كيف بده يغنيها؟
هون بتكشف انت الصوت. فعبد الحليم لما قال دارت الايام لام كلثوم مقطع، اوه، لما قال لليلى مراد، اوه، ذكي عبد الحليم، بيعرف وين صوته بيضوي بيكون فقس عليها. شكرا.